ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عنا ما نديره، عنا ما نديره. وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود، مجرد ما يفتحونا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة.